c'est quoi cette... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في
لرسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا من المؤمنين رجال Oh,
من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهرون من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.
يا أيها النبي صل عليه. يا لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك قل لأزواجك يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. اذكر الله. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها صالحا
وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. نؤتها فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا Thank you.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرج لا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت Thank you.
أطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي جعل القرآن هداية للمقبلين وجعل تلاوته بخشوع تهل دمع العاشقين. وأخبر فيه أن الموت نهاية للعالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة الطيبة المباركة دلها عليكم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر العرب القارئ بالإذاعة والتلفزيون. الهندسة الصوتية والضوئية وفخر قصور الضيافة المتحركة كبرى محلات فراشة محافظة التقهلية إدارة المهندس رامي فودة إدارة المهندس المحترم رامي فودة المقيم بكفر